بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هنحول فيه ما قلناه نظريا حوالين البارشال كريديت مودلز او ما يسمى نموذج التقدير الجزئي، سنحوله الى الجانب التطبيقي حيث نستخدم برنامج البار سكيل. طبعا مش عايز اقول ان هذا الكلام زي ما احنا بنقوله حصري او مش حصري، الحقيقة ان هذا الكلام حقيقة حصري بجد. يمكن اول مرة الواحد يعني لم اجد فيديو بيشرح برنامج البار سكيل، وحضرتك هتشوفه ليه مش موجود فيديو لما يجي نتكلم مع بعض. فهنستخدم برنامج البار سكيل في او بار سكيل في نمذجة ما يسمى النموذج التقدير الجزئي، وهنستخدم قلت برنامج البار سكيل وحصري في هذه القناة، العربي والانجليزي حد يتكلم في هذا البرنامج، لان هذا البرنامج انا وجهة نظري للمحترفين وللمحترفين فقط. اهلا بيكم، معاكم الاستاذ الدكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي بكليه التربيه جامعه اسكندريه. دايما بقول لك لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير، اهم حاجه اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، واهم حاجه دايما حط تعليقاتك حوالين اي شيء محتمل ان يكون اخطات فيه. وارد جدا ان الواحد زي ما قلت قبل كده بيقعد يتكلم فتره زمنيه طويله، ان الواحد يسرح مخه يشرد، يحصل له شرود في ذهنه فيخطئ، وسبحانه من لا يخطئ ومن لا ينام. تعالوا مع بعض نروح على برنامج الباسكال ونشوف ازاي ان احنا هننفذ او ازاي نتعامل مع هذا البرنامج الذي يعرض حصريا على هذه القناه. دي واجهه البرنامج. البرنامج اول ما يفتح بيكون بهذا الشكل، هذا الشكل اللي لونه الرمادي وكأن ما فيش حاجة، ولا أعرف أكتب ولا أعرف أعمل أي حاجة. خلينا نروح أولا على الهيلب ونقول له أباوت، تعرفنا إحنا بنستخدم فيرجن إيه. تعال نعمل زوم ونشوف إن إحنا بنتكلم على البار سكيل فور ويندوز فيرجن 4.1 وشوية أرقام جنبها جنرالي 2003. طبعا في نسخ أحدث، أنا ما أعتقدش إن في نسخ أحدث، ولو في نسخ هتبقى فرق طفيف، لكن هذه النسخة اللي متاحة إن أنا بستخدمها مع حضراتكم. يهمني لأن في إضافات بتبقى موجودة من فيرجن فيرجن. طيب احنا في برنامج دلوقتي البار سكيل وموجودين على هذا، كيف نستفيد من هذا البرنامج؟ لاحظوا ان انا ولا عندي غير شويه تول بار وشويه اباوت وفايل، مفيش اي حاجه. فطبعا منطقي ان احنا نروح على فايل ونقول له نيو زي ما بنعمل مع اي برنامج. فهنقول له نيو، هيبدا يقول لي اديني اسم لما تريد ان تنشئه، انت عايز تعمل ايه؟ اديني اسم للملف اللي انا هعمله لك دلوقتي، هفتحه لك. بالرغم ان انا بقول له نيو الا بيقول لي اوبن. اوبن ليه؟ لان عايز اولا على طول يحفظ اسم الملف اللي انت هتنشئه، يعني عشان شغلك ما يضيعش. فانا هستخدم مع حضراتكم في برنامج البار سكيل، هستخدم معاكم مقياس مكون من 10 عبارات حوالين ما يسمى الايموشنال ويل بينج او ما يسمى الرفاهيه النفسيه، وات ايفر اسمه ايه. المهم ان مقياسنا مكون من 10 عبارات. طيب مهم جدا ان احنا نعرف اين سيخزن هذا الملف، هنخزنه فين. والله انا ممكن اروح على الدوكيمنت واخزن، ممكن على الديسك توب واخزن، مفيش اي مشكله. فخلينا في الداونلود، ما تفرقش. وممكن اخليني يعني في الداونلود زي ما هو. فاقول له والله ادي ايموشنال وين بينج، خلي بالكم تحت الاكستنشن الامتداد اللي هيتعمل بيه ايه، بي اس ال او بار سكيل، ده الاختصار لكلمه بار سكيل. طبعا ما يفرقش ان الامر هنا ممكن اي دبليو، حرف كابيتال حرف سمول، فبيبقى بهذا الشكل ايموشنال ويل بينج. ده اسم عشان بس انا افتكر بيه اسم الملف ايموشنال بينج. اقول له اوبن، بيقول لي في ملف عندك موجود. اقول له اوفر رايت، مفيش اي مشكله، اعمل له احلال لهذا الملف. انا طبعا واحد استخدمته قبل كده وانا كنت بجهز لكم الفيديو فاستخدمته، فانا عندي موجود الملف. طيب فتحنا كده، فتح لنا ممكن نكتب. ممكن نكتب. طب اكتب ايه؟ ما انا مش عارف اكتب ايه. تعال نشوف مع بعض، نتعرف مع بعض على الانترفيس او واجهه البرنامج. في حاجة الجزء الأولاني يا جماعة بكلمة فايل ما فيهوش أي حاجة، كلام تقليدي لأي برنامج في الدنيا، أي برنامج بداية من الوورد، الإكسل، النوت باد، ما فيهوش إلا كلمة نيو وأوبن وكلوز وكلوز أول وسيف وسيف أز وسيف أول وبرنت وبرنت بريفيو، كلام التقليدي اللي ممكن تجده في أي ملف، أي برنامج، أي برنامج بيتعامل مع لغة الويندوز هتلاقي فيها هذه القائمة. بالإضافة طبعا إلى مجموعة ملفات أنا كنت أنشأتها قبل كده، مفيش أي مشكلة، طبعا مفيش جديد. او اكزيت طبعا لو انا عايز اطلع بره البرنامج خالص. يبقى نيو يعني انشئ ملف جديد، اوبن يعني افتح، كلوز يعني اقفل. الكلام طبعا مصصر نفسه. طب وفي الايديت؟ في الايديت مفيش حاجه غير اندو وكوبي وبيست وكات، كلام يعني ما فيهوش اي مصدر من مصادر اللي يساعدني اكتب ايه. لو رحنا عند اوت بوت، اول معلومه بقى، اول معلومه حضراتكم لازم تعرفوها، ان البار سكيل بيطلع نتائجه في اربع ملفات،
وفي اربع مراحل، الفيز 1 اللي بيسميها الفيز 0 اللي هي معناها الفيز يعني مرحله 0، والمرحله 1 و2 و3، يعني عنده اربع مراحل مرقمين من 0 ل 3، مرقمين من دول كل عيبه، دول هيبقوا فيهم ايه؟ في الاوتبوت، في النتائج. طبعا لاحظوا مفيش حاجه في النتائج موجوده، لان انا ما عملتش حاجه لسه، انا ما عنديش، انا كل اللي عندي ملف فاضي، تمام؟ فاذا مفيش حاجه جديده موجوده في هذا الملف لسه، ده الاوتبوت بس. مهم، طب الفيز الاولاني الفيز 0 بيبقى فيها ايه، والفيز 1 بيبقى فيها ايه، و2 بيبقى فيها ايه، و3 فيها ايه؟ هنقول لحضراتكم الكلام ده كله، هنقول لحضراتكم. طيب لو رحنا عند الفيو، في الفيو مفيش غير كلام تقليدي، التول بار والستاتس بار. الستاتس بار اللي هو الكلام اللي يبقى تحت في الجزء اللي تحت ده، اسمه ستاتس بار، اللي هو اللي تحت خالص، الشريط اللي تحت ده. والتول بار اللي هو اللي فيه علامه الفلوبي ديسك وعلامه البرينتر، يعني قلت له بلاش التول بار ده، هيضيع لي علامه البرينتر وهيضيع لي الحاجات الشورت كات، الايقونات الصغيره دي. بالاضافه الى الفونت، الفونت اللي انا ممكن اكتب بيه، الفونت يعني فونت حجمه قد ايه ونوعه قد ايه. انا طبعا ممكن اكبره لحضراتكم واخليه بولد واخليه طيب عشان بس الخط يبقى واضح شويه عشان ما اكتب حاجه. طب لغايه دلوقتي انا اكتب اعمل ايه؟ اكتب اعمل ايه؟ فيز 0 طبعا، لو قلت له فيز 0 انا ما كتبتش حاجه، عشان اقول له فيز 0 حتى اعمل رن نفذ. ممكن اقول له فيز 0، فيز 1، فيز 2، فيز 3، وممكن اقول له كله على بعض والبلوت، مفيش حاجه متاكتفه، مفيش غير فيز 1. طبعا اكيد لو قلت له نفذ دلوقتي هيقول لي غلط، انت عندك فين الملف بتاعك؟ انت عندك ملف ابيض، عايزني انفذ ايه؟ اكيد هتظهر لي غلط، لكن برضو يعني شيء بالشيء يذكر. نفذ يا سيدي، ها طلع لي خطا ايرور، ما فيش اي حاجه، ده انت ما عندكش اي حاجه، شوف ملف النتائج ما فيش اي حاجه، ملف بيقول لك انت ما كتبتش حاجه اساسا، فنقفله الملف ده، مش اي حاجه، مش هينفع، لازم نكتب الاول. طب ما فيش زي المالتي لوج حاجات تساعدني كده، يقول لي الداتا واقول له بتبدا منين لفين، والبيانات واقول له بتبدا منين لفين. لا للاسف ما فيش، فيش اي حاجه. عشان كده قلت هذا البرنامج للمحترفين فقط، اللي هم ايه، ما بيخافوش من السنتاكس، ما بيخافوش من الاوامر، ما بيخافوش من الاوامر. اللي بيخاف من الاوامر لا، ما ينفعش يبقى معانا هنا، لان هنكتب مضطرين البرنامج. طب فين الورك سبيس؟ الورك سبيس معناها المساحه اللي قدام منها دي، 500 مش عارف في كام، اكبر المساحه، اكبر كذا. الويندوز ما عنديش اي حاجه مفتوحه غير بيقول لي كلوز، اقفل الويندوز كلها، كلوز اول ولا كلوز اللي انت شغال فيها بس، ولا الكاسكيد اعملهم لك جنب بعض تحت بعض، ولا التايتل تايل اعملهم لك فوق بعض فوق. ما فيش اي حاجه، مفيش اي حاجه بتساعد. او الرينج ايكونز اشيل ده احطه هنا، فين الاكتب فين يا جماعه، فين البرنامج واكتب ايه؟ اه في حضرتك لازم، عشان كده بقول مفيش فيديو عربي ولا انجليزي في هذا الامر، في هذا الامر مفيش اي حاجه، مفيش. طيب نكتب ايه؟ تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاول، لازم نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، لان احنا داخلين في حته سد، في حته سد، ما حدش يتجرأ ناحيه حتها، حدش يتجرأ يجي هنا، هو الحته دي بتاعتنا احنا، احنا اللي هنتعلم وهنعلم بقى غيرنا، دي رسالتكم بقى حضراتكم، تعلموا غيركم، لان احنا خلاص زي ما قلت احنا قاب قوسين او ادنى، وهنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونسيب لكم هذا الجزء، اتعلموا بقى انتوا غيركم. ففرصه ان احنا مع بعض يلا بسرعه كده ونقول كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تعمل في لو تنفذ، عشان تنفذ تكتب امر السنتكس، اعرف ان عندنا سبع اوامر لابد يكونوا مكتوبين. اقل من سبعة مش هينفع، اقل من سبعة مش هينفع، لازم اكتب سبع اوامر. اعرف ان السنتاكس اللي احنا هنكتبه ده فيه تلات حاجات، ركز معايا حضرتك، في حاجة اسمها اوامر بيسموها كوماندز، اوامر، وفي حاجة اسمها كيورد، كلمات مفتاحية، وفي حاجة اسمها اوبشن، اختيارات. تاني هقولهم، في تلات حاجات، في حاجة اسمها كوماند، انا بس هكتبهم لكم كده، كوماند يعني ايه؟ كوماند يعني اوامر، اوامر، اوامر. وفي حاجة اسمها كي وورد، كلمات مفتاحيه، وفي حاجه اسمها اوبشنز، اوبشنز خيارات. دولت الثلاث حاجات اللي المفروض البارسكال بيفهمهم. مره تانية، كوماند يعني اوامر، كي ووردز يعني كلمات مفتاحيه، والاوبشن يعني ايه؟ يعني خيارات. طب ايه الفرق بين الاوامر والكي وورد والاوبشن؟ كل امر من الاوامر، كل امر من الاوامر، كل كوماند له مجموعة من الكيورد وله مجموعة من الاوبشن. كل امر، تمام؟ زي كده ايه، انا بديك امر تنفذ حاجة معينة، بس بقولك وانت بتنفذها نفذها لي بشروط معينة وتحت اختيارات معينة. طيب احنا ايه الاوامر تتكتب ازاي والكيبو، ايه الفرق بين الكيورد والاوبشن؟ الكيورد لازم، لازم بعد ما بكتب اي كيورد اقول كلمة يساوي واديها قيمة، وادي الكيورد دي قيمة، وهنشوف الكلام ده. اما الاوبشن لا، ما بنديهاش قيمة، الاوبشن تكتب وخلاص. يعني ممكن اقول له مثلا اوبشن، احد الاوبشن كده، طبعا دي مش الاول، بس احنا ايه، نو، يعني عندنا اوبشن اسمه كده نو سكور، هيفهمه من غير ما اقول له يساوي،
نو سكور. ممكن اقول له مثلا ويت، ممكن اقول له لو سمحت جروبس، ممكن اقول له دي كلها اوبشن ما بتاخدش قيم، ما بتاخدش يساوي. امال الكي وورد؟ لا الكي وورد لازم تاخد يساوي. فممكن اجي اقول والله مثلا، يعني مثلا اجي اقول له بص حضرتك انا عايزك تاخد الداتا فايل نيم، نيم هيقول لي اجيبه منين؟ اقول له ده يساوي، داتا فايل نيم يساوي. لو انا عايز ايه اقول له داتا فايل نيم، يبقى اذا الاوبشن لازم اقول يساوي اديله قيمه اديله بارامترز. اما الكي وورد، اسف كي وورد الكلمات المفتاحيه لازم تاخد قيم، اما الاوبشنز ما بتاخدش حاجه. طيب ماشي، الكلام ده كلام حلو منطقي، احنا كده خلصنا احنا ما قلناش حاجه اساسا. احنا قلنا في سبع، عندنا سبع اوامر، سبع اوامر لازم يتكتبوا في اي ملف علشان الملف ده يتنفذ وما يظهرلكش ايرور، والايرور ما تعرفش هتعرف تفسرها. طيب ايه الامر الاولاني؟ الامر الاولاني هو امر تايتلز، الامر الثاني هو امر فايلز، ما احنا لازم نكتبهم. وانت بتكتب يعني لازم احط تايتلز؟ لازم، لازم تحط تايتل. تايتلز يعني عنوان هيظهر في الاوتبوت، لازم عايزهم البار سكيل. طب اكتب فيه الامر ده، ممكن اقول له مثلا اي حاجه تعجبك، this is title، بس كده خلاص. اي حاجه اكتب انت، اي حاجه تعجبك. بس اعرف حاجه مهمه جدا، التايتل لازم يتكتب على سطرين، حتى لو ما عندكش حاجه تقولها تسيب السطر اللي بعد منه فاضي. ده الحاجه الوحيده اللي ما بنكتبش الامر بتاعه، هو بيفهم على طول. اقول له مثلا ايه تايتل، تايتل should او must، يجب must be in two lines، لازم 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 يتكتبوا كده كده. كده. طب وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ انا قلت لك ده الامر الاولاني، ما هم سبعه، عشان نعمل ايه؟ ده احنا هنعمل الحد الادنى عشان ما تتضايقش مني وتقول لي ده كتير وانا مش فاهم حاجه وده كتير. انا بديك الحد الادنى الذي يسمح لك انك تنفذ برنامج، لكن داخل هذا الامر في اوامر تانية وفي اوبشنز كتيره، بس احنا بنكتب الحد الادنى. يبقى اول حاجه كلمه تايتل، والتايتل مش محتاج تديله امر وتقول له تايتل، كفايه جدا انك تكتب له الكلمتين دول هيفهمهم. لو ما عندكش حاجه تكتبها سيب السطر الاولاني فاضي والتاني فاضي، سهل قال اكتب اي حاجه في السطر الاولاني. طب ايه الترتيب مهم؟ ممتاز، الترتيب مهم، الترتيب مهم ومهم جدا، الترتيب في غايه الاهميه. طيب وهنشوف الكلام ده. الامر الثاني هو ايه؟ الامر الثاني هو الملفات اللي احنا هنستخدمها، الملفات اللي انت كتبته دلوقتي ده. ايه علامه الجريتر زان او الاكبر من؟ دي لازم تتكتب، دي لازم تتكتب. طب انت ما كتبتهاش في التايتل، التايتل مش محتاجها، التايتل هو الحاجه الوحيده اللي مش محتاجها، ولا بنكتب كلمه تايتل، بنكتب على طول. طب في اوامر ثانيه ما بين التايتل؟ في اوامر بس مش هنكتبها، احنا بنكتب الحد الادنى، الحد الادنى. طيب ايه الحاجة؟ نكتب كلمة فايلز، ملفات. يبقى الامر اسمه ملفات، اسمه الملفات، يعني هنقول لك ملفاتنا فين. طيب الملفات ده انت قلت لنا كل امر فيه اوبشنز وكيبورد، ايه الكيبورد اللي موجودة هنا؟ في كيبورد، انا هقول لك كيبورد واحد بس، حاجة تانية نأجلها مع بعض. الداتا فايل نيم، اسم الملف اللي حضرتك هنقرأ منه البيانات بتاعتك، اسمه موجود فين؟ فتقول لي والله انا عارف ان هو موجود واسمه ايه؟ هقول لك والله اسمه بس هسميه كده ايموشنال ويل بينج، بس ده الديت. هو انا لازم احطه ما بين قوسين؟ انت تمام، الحاجه بسيطه مش محتاجه قوسين. طب في فاصل ما بين امر والامر تاني؟ بين كي وورد وكي وورد تانيه؟ في فاصل. الفاصل ده عباره عن ايه؟ يا اما المسافه، يا اما كوما، يا اما الاثنين اللي يعجبك. يعني ممكن تسيب مسافه كده كفايه، وممكن تحط كوما وتكتب على طول، وممكن تحط كوما ومسافه، وانا بفضل دايما الكوما والمسافه الاثنين دولت، الاثنين مع بعض. طب في امر تاني، في اوامر تانيه، في كيورد تاني، في كيورد تانيه، في كلمات مفتاحيه تانيه، بس انا مش عايز اديها لك دلوقتي. طب في اوبشن، في اوبشن. طب هي مش عايزينها دلوقتي، بس انا هقول لك على واحده منها، سيف. سيف ده لو انت عايز تحفظ النتائج الايه اللي بتخرج من البرنامج، انت عايز تحفظ ملف للبارامترز وعايز تحفظ لكده، بس الاوبشن ده برده مش هدخله دلوقتي. فاذا انا ما عنديش غير حاجه واحده، مش هكتب حاجه تانية، ولا هكتب كيورد تانية، ولا هكتب اوبشنز تاني. يبقى اعمل ايه؟ اخلص، اقول كده سيمي كولن. سيمي كولن يعني كده انا خلصت الامر ده. لازم اعملها، لازم تعملها، لازم تحط السيمي كولن عشان يعرف ان انت خلصت. طب هو ممكن الامر الواحد يتكتب على اكتر من سطر؟ يتكتب على اكتر من سطر، بس برضه لازم تحط السيمي كولن. طيب يلا كده كويس، الحمد لله، يعني كده خلصنا امر. كده خلصنا امر، بس خلي بالك ده الحد الادنى. طب ممكن تقول لنا الامر التاني ايه لعل وعسى نفهم؟ تعالى خش على الامر التاني.
برضو ما تنساش علامة اللي أكبر منه. في حاجة جميلة هقولها لك، لما تيجي تحط الأمر، مش الكيورد، خصوصا الأمر، لو سمحت ممكن تكتب الكلمة كلها على بعضها، ممكن تكتب أول ثلاث حروف منها، يعني ممكن كلمة فايل دي أشيلها وأحط اف اي ال دي يعجبك عشان السبيلنج وعشان الدنيا ديت. طب احنا حطينا الفايلز، ايه الامر الثاني؟ الترتيب مهم؟ اقول شو هقول لك الترتيب مهم. عندنا امر اسمه انبوت، هل الكابيتال والسمول مهمين؟ هل الكابيتال والسمول مهمين؟ لا مش مهمين، بس انا بحب حته التنظيم. طيب انبوت، الانبوت ده بيتكلم عليه التالي اولين الملف اللي هنقرا منه الداتا. ده فايدته ايه؟ ده فايدته بقى وصف للداتا بتاعت حضرتك. الوصف ده عباره عن ايه؟ تقول لي مثلا انت الداتا بتاعتك دي، انت قلت لي 10 اسئله، بيقيسهم، بيقاس بي فيهم كام سكيل، فيهم كام مقياس في الاداه بتاعتك، هو واحد ولا اكتر؟ هو انا ممكن اعمل اكتر من اختبار موجود في الداتا؟ ممكن تعمل. طب اقول ايه؟ هنا مثلا اقول له نمبر اوف تيست، عدد الاختبارات، زي ما قلت ان انا ممكن اعملها نمبر اوف تيست ما تفرقش. احنا طبعا في المثال وهنمشي على الحد الادنى هنقول في عندناش غير واحد بس. طيب النمبر اوف تيست ده اللي هو الواحد ده، كل تيست فيه كام اختبار؟ هقول لك حاجه اسمها نمبر اوف ايتمز، ايتمز هما يعني برضو ما تفرقش، انا هنوع لك، يساوي 10، هو اختبار واحد ما فيهوش غير ال10 دول. طب هو الداتا كلها فيها كام؟ هقول لك في عندي حاجه اسمها ان توتال، ان توتال دولت هيساوي 10، برضو 10. يبقى عدد الاسئله اللي موجوده كلها عندي 10، وال10 دول هيتحطوا في الاختبار اللي هو اليتيم اللي ما عنديش غيره. احنا بنحاول نيسر على الامر. طب في حاجه ثانيه، كل دي عباره عن اوبشنز انت عمال تكتبها، كل دي عباره عن ابش، لا ما قلتش اوبشن، دول عباره عن كيورد. ليه؟ طب كيوردز يا دكتور، لانك كاتبين كلمه يساوي. طيب ايه تاني؟ في حاجه تانية، خلي بالك انا عمال اعمل كوما وافصل. في عندنا كمان لازم البار سكال زي المالتي لوج زي الباي لوج كلهم لازم تعمل لي اي دي للشخص اللي احنا لكل شخص موجود، وده عباره عن ايه؟ عدد كاركتر بتاعتك، نمبر اوف اي دي كاركترز. ممكن تكتفي كده وممكن تقول لي نمبر ان اي دي، يعني عدد الاي دي، ممكن تكتب كلمه كاركترز، يعني الاي دي عددهم كام. طيب خلي بالك عشان نعرف الاي دي عددهم كام، تعالى مع بعض نروح فين؟ نروح على الداتا بتاعتنا ونبص عليها. حضراتكم ده شكل الداتا، انا بحاول اكبر لكم بس كده، ده شكل الداتا بتاعتي. انا حاطي الجزء الاولاني ده يعتبر الاي دي بتاعتنا اللي هو 10000 لغايه ايه. يبقى اذا انا الاي دي موجوده في 1 2 3 4 5 6 في 6 اعمده، ثم بعد كده في مسافه فاضيه، ثم عندي ال 10 اسئله بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دي الداتا بتاعتي تمام. فانا دلوقتي انا عارف ان الاي دي بتاعتنا ب 6، عشان كده لو رجعت للبار سكيل تاني هرجع للبار سكيل وهقول له لو سمحت ده ب 6. دي اهم معلومات اللي انا اكون موجوده عندي، وقوم جاي عامل كده عشان اقول له ان انا خلصت. تحت منها على طول لازم اكتب ال يقرا السته كاركتر ويقرا الكلام ده ازاي. انا دلوقتي قلت له ان الاي دي بسته، لازم الفورمات اللي يقرا بيها السته. كان طبعا المالتي لوج كان بيعمل لنا الكلام ده، لكن هنا احسن، وهنا طبعا احتراف اعلى، انا عشان كده بفضل الباسكال على المالتي لوج. هنا عندي سته، فلازم اقول له خلي بالك اقرا السته دولت منين؟ من اول ست اعمده. طيب احنا نرجع تاني على الداتا ونبص عليها، يبقى اول ست اعمده. طب في بعد كده مسافه فاضيه، اعرفوا ازاي ان في مسافه فاضيه؟ اعرفوا مسافه فاضيه ازاي؟ نرجع على البار سكال تاني ونقول له كوما واحد اكس، اكس دي معناها يعني اعمل سكيب، استبعد اول او العمود اللي بعد كده، ثم اقرا 10 اعمده، 10 اعمده بعد كده عشان دولت ال 10 اسئله بتاعتي. يبقى السته اهم وال10 اهم وما بينهم مسافه فاضيه. لازم يقرام كده؟ لازم يقرام كده. طيب ايه تاني بعد كده؟ بعد كده احنا محتاجين نقول له التيست اللي انت عرفته ده نعرفه بيه، فنقول له والله عندنا التيست اللي موجود ده، ماله التيست ده؟ عنده التيست نيم، اسمه ايه؟ عايز تديله اسم هو لازم؟ مش لازم، بس هو لو ما اعطاش تديله اسم حاجه كده وهميه، فقول له ده اسمه ايموشنال ويل بينج، اسمه كده. طيب النمبر اوف بلوك، عندنا كام بلوك موجود؟ احنا عندنا الاختبار هو يعني ايه بلوك؟ كل اختبار ممكن يكون فيه مجموعه من البلوك او مجموعه من العبارات اللي مثلا مشتركه في خاصيه معينه، فممكن اقسم الاختبار الواحد الى مجموعه من البلوك تمام.
يعني ممكن اقسم الاختبار الواحد وفقا لايه؟ مثلا في مجموعه من العبارات بتتقاس بثلاث بدائل، في مجموعه تانية بتقيس باربع بدائل، انا ما عنديش الكلام ده اهوت، انا ما عنديش. فانا اقول له والله لا ده انا ما عنديش غير بلوك واحد. طيب احنا عندنا الاختبار ده، الايتيمز بتاعته موجوده جاهزه؟ موجوده جاهزين، هم عباره عن 10. فممكن اقول له ايه الايتيمز، لكن هو طبيعي الحاجات دي كلها افتراضيه، فمش هعمل حاجه تانية، هقول له كده. طب جميل، يبقى النمبر اوف بلوك والتست كل الكلام ده. مش انت عرفت البلوك؟ لازم تيجي تعرفه له، اعرف له في ايه البلوك ده كمان. اقول له كده والله البلوك بتاعنا ده، البلوك ده وهو بلوك واحد ما عنديش غيره، ممكن احط واحد. اقول له بلوك نيم، بلوك او نيم اوف بلوك، ممكن اقول له كده بلوك، بلوك نيم، بلوك نيم ده يساوي ايه؟ والله ممكن اديله اي اسم برضه، وممكن اسميه سب سكيل 1 اول حاجه. طيب عدد، اهم حاجه بقى النمبر اوف كاتيجوري، عندنا كام بديل موجودين في الاختبار في البدائل ديت. وانت لازم تعرفهم. لازم اعرفهم عدد البدائل اللي موجوده، دي مهمه جدا. لو انا رجعت للداتا بتاعتي، هرجع للداتا هنا اهوت، هبص الاقي ان البدائل عندي يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاته، ما عنديش حاجه تانيه. يبقى هعمل ايه؟ هرجع في برنامج البار سكال هنا اهوت، هرجع هنا في برنامج البار سكال واقوم جاي كاتب ان كاتيجوري، ده معناها زي ما قلت ما تفرقش كابيتال وسمول، كان النسخ اللي قبل كده كان بتفرق بالنسبه لها، لكن نمبر اوف كاتيجوري بيساوي تلاته. ليه؟ لان انا عندي واحد واتنين وتلاته. تمام. طبعا هنا انا ممكن اعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني ممكن ادمج فئات في بعضها، ممكن ان انا اعمل اعاده ترميز، يعني العبارات الموجبه والسالبه اغيرها، كل ده وارد جدا، لكن احنا بنحاول نعمل الحد الادنى زي ما انا قلت. طيب يبقى احنا وصلنا، فاضل لنا اتنين اوبشنز سهلين جدا ما فيهمش اي حاجه. كل اللي نعمله هنكتب هنا، وهنكتب كلمه كاليبريت. كاليبريت معناها تدريج، كاليبريت، وممكن اكتفي باول تلات حروف بس، كاليبريت كفايه قوي. واقول له انا عايز هنا بارشل، بارشل كريدت موديل، وده طبعا النموذج اللي احنا عايزين نعمله، لانه الكاليبريت معناه التدريج، دي الطريقه اللي هيدرج بيها. واللوجيستيك، لوجيستيك لانه عنده طريقتين، لوجيستيك وعنده النورمال. في حاجات تانية، في حاجات تانية كتيره جدا جدا في هذا الموضوع، لكن برضو مش هنتكلم عليه. برضو احنا عايزين نعمل القدره بتاعت الشخص، القدره بتاعت الشخص، مش كل شخص عايزين نحسب قدرته، فلازم نيجي نقول له هنا سكور، وممكن نكمل للاخر ونكتب كلمه سكور كده، وممكن نكتفي بكده بس SCO، واقول له استخدم لي الماكسيمم لايك الهود استيميشن. في حاجات كتيره، في حاجات كتيره جدا برضو انا مش هستخدمها، انا بحاول اديكم الحد الادنى للموضوع. طبعا واحنا كنا بنكتب وانا صلحت في اثناء الفيديو هذا الكلام، هنا المفروض ما تبقاش ان ايتمز، هنا تبقى كلمه لينث، فانا هصلحها واكتب كلمه لينث. لينث معناه ايه؟ ان الاختبار ده الوحيد اللي عندك طوله 10. طبعا افرض كان عندي اكتر من اختبار، لا كنت طبعا هكتب ارقام معينه بطريقه القائمه ليست، كنت هكتبها بطريقه معينه، هنشوفها ساعتها. خلينا مع بعض واحده واحده. المهم ان ايتمز ديت تتكتب لينث، خلاص يبقى انا كده خلصت، انا كده خلصت. المهم جدا وانا بسيف هنا، انا فاكر نفسي انا سيفت ده فين؟ انا مسيفه في الداونلود. تمام. يبقى لازم اتاكد واكد على المعلومه دي مع حضراتكم، ان الداتا بتاعتي دي تكون ايضا موجوده في الداونلود، الاثنين لازم يكونوا موجودين في نفس المكان، لو ما كانش كده مش هتظهر نتيجه. اتاكد ان انا طبعا موجود، ارجع هنا في الداونلود والداتا بتاعتي انا طبعا مسيفها، فهيقول لي اكيد ان انت عايز تعملها ريبليس، هقول له انا عارف انا حطيتها هنا. المهم ان حضراتكم لابد ان احنا نحطها في نفس المكان، الاثنين يبقوا في نفس المكان. خلاص خلاص ماشي. يبقى احنا كده هنرجع للبار سكال تاني ونقول له كده احنا جاهزين، كده احنا جاهزين. انا هحط لحضرتك الملف ده فين؟ في الوصف. وهحط لك الداتا اللي انا استخدمتها دي فين؟ في الوصف، علشان حضرتك تجرب، عشان حضرتك تجرب. الناس اللي بتطلب مني ان انا يقول لك مثلا عايز برنامج البار سكال، اليوتيوب لما بتعمل الكلام ده هو الكلام ده ممكن يقفل القناه خالص، الناس دي بتعتبر الحاجات ديت كوميرشال سوفت وير، وبالتالي بيحطونا في مشاكل. فارجوك ان من حته طلب البرامج وطلب الكلام دوت بيعتبروها اليوتيوب بيرفض الكلام ده وممكن يقفل القناه خالص. اذا كان عملت عندي قناتين ونقلت كل فيديوهاتي اللي موجوده على القناه الاولانيه للقناه الجديده ديت بسبب النوع ده من المشاكل، يقول لك انت حاطط برنامج الايموس وحاطط برنامج كذا، القناه دي هتتقفل. فلازم احنا عملنا هنا عشان خاطر المشكله، بيعتبر عندهم الكوبي رايت وحقوق الملكيه الفكريه وامور بهذا الشكل، تبقى امر خطير بالنسبه لهم.
تمام. فارجو ان احنا عشان بس ما نضطرش ان احنا نقفل القناه دي كمان ونجد ان احنا مش لاقيين مكان نعرض فيه فيديوهاتنا. فانا هحط الفيديو، احط الداتا وهحط البرنامج ده عشان حضرتك تعدل في ضوء وتتعلم من خلاله، لكن البرنامج نفسه مش هنقدر نعمل الكلام ده. فارجوكم محدش يطلب البرامج، لان الناس بتعمل لنا نوع من المشاكل وممكن تقفل القناه لان الناس بتتكلم على الكوبي رايت وكلام زي ده. طب احنا كده جاهزين؟ جاهزين. برضو براجع حضراتكم، براجع مع حضراتكم، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لازم نكتب التايتل، العنوان، ويتكتب في سطرين، لازم في سطرين. كل عندنا بعد التايتل عندنا ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7، دول السبع اوامر. والامر هو باول كلمه موجوده بعد علامه اكبر من، ولازم يبقى لازق فيها. هنشوف الكلام ده برضو مع بعض. طيب يبقى احنا كده عملنا كده وسيبنا، ممكن اقول له كده رن، اقول له رن اول؟ لا، ما مش من اول مره تقول له رن اول، خليك معاه واحده واحده. يعني اقول له كده مثلا ران الخطوه الاولانيه، ليه؟ في الخطوه الاولانيه هيقول لك الاوامر بتاعتك ايه ويقرا الداتا، ودي اهم خطوه. طالما قرا الداتا كل اللي جاي بعد كده سهل، اهم حاجه انه يعرف يقرا الداتا. ففي الخطوه الاولانيه هيقول لك الاوامر اللي انت دخلتها دي هيترجمها هو للغه البارسكال بحيث يفهمها، وفي نفس الوقت يقرا الداتا، وبقى كده فكره يقرا الداتا. فانا هقول له كده، ومره ثانيه لازم يكون ملف الاوامر موجود في نفس المكان اللي موجود فيه ايه ملف الداتا. لو ما كانش ده مظبوط يبقى لازم كنا نيجي في الداتا فايل نيم ونكتب بالتفصيل المكان ده، في لو دول اتنين في حتت مختلفه لازم كنا هنا كتبنا بالتفصيل، وطالما كتبنا بالتفصيل كنا حاطين بين علامات ترقيم. فهنرجع هنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نفذ لنا الخطوه الاولانيه ديت. طبعا طالما فتح كده يبقى احنا كده قرينا، يبقى قرا الداتا صح وقرا الدنيا صح، طالما ما اعطانيش اي رساله ان في عندي خطا. ودي 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 خطوه في غايه الاهميه، دي اهم خطوه، دي اهم خطوه انه يقرا. وطبعا زي ما انتم شايفين بيقول لي انت استخدمت الباريسكال وديت مش عارف شركه ايه والشركه وارقام تليفوناتها، وبيقول لي الكرنت تايم الوقت 12:02 والساعه كام عملت الكلام ده اهوت، وانت مستخدم بوليتيماس موديل ايتم اناليسيس. طبعا ايه ده البرنامج اللي ودي الفيز زيرو، احنا في الفيز زيرو. الفيز زيرو ده مجرد ايه؟ طبعا ده التايتل، ذيس از تايتل، وموجود في الخطين، وادي الاوامر بتاعتنا الفايل والانبوت وسيجنال مين تيست. عندكش اختبار واحد بس في 10 اسئله، مجرد ترجمه، وده اللي انت دخلته اللي احنا دخلناه. طبعا بالاضافه الى بيقول لي احنا هننشئ ملفات، بعض الملفات ديت هتبقى مؤقته وبعضها هيبقى دائم. تمام، بيقول لي الماكسيمم نمبر اوف اكسبكتيشن ماكسمايزيشن، دي الطريقه اللي بيستخدمها في عمليه ايجاد القيم للدوال بتاعتنا، اللي هي اللي طبعا اللي عشان نجيب الايتم سلوب والايتم ثريشولد. زي ما انت كاتب السلوب والستارتنج بوينت، هو بيحط ستارتنج بوينت، بيقول لك كونفرجنس كريتيريان، محكات التقارب للسلوب اللي هو يعتبر ايتم ديسكريميشن بنظريه القياس التقليديه، والثريشولد اللي هي العتبات بتاعتنا، وما عندناش جيسنج وعندنا الكاتيجوري. الكلام ده كله بيقول لي هنقسم القدره الى عدد قد ايه، متوسطها بصفر وانحرافها معيارها بواحد، لان انا ما دخلتوش حاجه، انا ممكن اغير الكلام ده كله، كل الكلام ده انا ممكن اغيره، احط له محكات تقارب مختلفه واقول له عايز متوسط مختلف وعايز انحراف معياري مختلف وعايز اقسم لي النقاط بطرق مختلفه، كل الكلام ده انا ممكن اعدله. لكن احنا مش عايزين ايه، احنا بنستعمل الحد الادنى، الحد الادنى من المعلومات، فخليناه هو يعمل معظم الشغل، احنا يا دوبك بس حطينا له الحد الادنى، لكن كل ده ممكن يتعدل وممكن ياثر في شغلي، ممكن ياثر في شغلي. فبيقول لي الماكسيمم اوف سايكلز 20، انا ممكن اخليهم 100، ممكن اخليهم 100، وده ممكن ياثر في جوده النتائج، احيانا بياثر واحيانا لا. ال 20 ده حد معقول، لكن ممكن يعني بيقول لي انت عندك ايتم من 1 ل 10، طبعا انا ما عطيتوش اسامي فهو اسامهم من 1 ل 10. تمام تمام. بس بعد كده بيكتب لي ان احنا هننشئ ملف البار سكال سيستم فايل اللي احنا دخلناه له، فبيقول لي ده اسمه كذا، والايتم بارامتر هيبقى في ده الاسم بتاعه، وفي عامل لي محل ملفات مؤقته تمبرري فايلز، كل دي عباره عن وصف في المرحله الاولى. في المرحله بعدين هنا بقى اهم حاجه لازم تتاكد كويس جدا ان هو بيقرا البرنامج صح، ان بيقول لي عندي في عندك الابسرفيشن نمبر 1، اول ملاحظه، اول حاجه انت ما عندكش غير مجموعه واحده، واحنا ممكن نعمل عده مجموعات. اه طبعا عندنا امر اسمه ام جروب، لكن احنا لسه ما استخدمناهوش. بيقول لي اول ملاحظه عندك الاي دي بتاعت الشخص الاولاني ده، اول يعني مشاهده عندك، اول مشاهده عندك للشخص الاولاني انت كاتبه 1000 ايه، صح الكلام ده؟ اه. ثم الشخص ده كانت اجاباته 1 1 2 2 3 3، هل الكلام ده صح؟ عشان اتاكد اروح ابص على ملف الداتا. طبعا اول واحد كان الاي دي بتاعته كده مظبوط، لكن 1 1 3 2 نرجع على البار سكيل عشان اتاكد، 1 1 3 2، انا ممكن اخد الكلام ده كده، اخد الكلام ده كده بس كده عشان بس ايه ما افضلش رايح جاي، ممكن اقوم جاي رايح هنا وراجع، عشان بس مهم جدا يكون بيقرا الملف صح. ممكن اجي هنا كده واقوم جاي عامل بس كده اشوف بقى
واحد واحد وتلات اتنينات، واحد واحد وادي اتنين اتنين مظبوط، وبعدين تلاتة واحد اتنين واحد تلاتة، تلاتة واحد اتنين واحد تلاتة، يبقى قراها صح، يبقى أول حالة قراها صح. هو البرنامج يجيب لك أول حالتين، لو قراهم صح يبقى أنت كده أكيد هيقرا بقية كل الحالات صح. طب هنا برضو الحالة رقم اتنين الأي دي بتاعها كده مظبوط، وبعدين واحد تلاتة تلاتة اتنين تلاتة تلاتة، ممكن أرجع هنا تاني، مهمة جدا جدا، واحد تلاتة تلاتة اتنين تلاتة تلاتة، وبعدين واحد تلات تلاتات، هل الكلام ده صح؟ ارجع مرة تاني للباراسكال، وبعدين واحد تلات تلاتات مظبوط، اهي واحد تلات تلاتات مظبوط، يبقى كده بيقرا صح. ودي زي ما بقول اهم خطوة، لو حصلت الخطوة دي تحمد ربنا يعني انك انت الملف بتاعك، لانه جاي بعد كده كله امر سهل، كل ده امر سهل، تمام؟ فاحنا هنقول له كده ماشي، احنا كده بتقرا صح، مش عايزك تحفظ حاجه، ما تحفظش حاجه، انا بس بتاكد. دي المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه اللي هي الفيز واحد، دي بتطلع الايتم بيطلع لي حاجه طبعا زي كلاسيكال تيست ثيري، نظريه القياس التقليديه. اللي هي نظريه القياس التقليديه يعني بيجيب لي لكل متغير، يقول لي مثلا والله انت عندك المفرده الاولانيه ايتم واحد، وعندك ثلاث بدائل، واحد اتنين تلاته، كم واحد اختار البديل الاولاني ونسبتهم قد ايه؟ وكم واحد اختار البديل التاني ونسبتهم قد ايه؟ وكم واحد اختار البديل التالت ونسبتهم قد ايه؟ يعني عندك 197 واحد اختاروا البديل الاولاني، ده على السؤال الاول، و165 على السؤال التاني، و111 على السؤال التالت، ده على الاسئله بتاعتي، ده على الاسئله بتاعتي، تمام؟ طيب ونسبتهم قد ايه؟ 41% و34% و23%، تجمعهم كام؟ 100%، والسؤال التاني كذا، فعمليه تكرارات ونسب مئويه، كلام تقليدي، كلام تقليدي. طيب بالنسبه للمفرده الاولانيه يقول لك برضو الريسبونس مين، الريسبونس الاستجابه، الشخص متوسط السؤال الاولاني متوسطه بكام، متوسط تحت منه الانحراف المعياري، السؤال الاولاني متوسطه طبعا 1.8، احنا عارفين ان هو من 1.3، 1.8 يعني اقل من 2، يعني ده سؤال يعتبر الى حد ما الناس تميل ناحيه الانخفاض شويه، وانحراف بتاع معياري بتاعه طبعا متوسط الدرجات كلها، لاحظوا ان العمودي رقم 2 ده اللي هو التوتال سكور، طبعا التوتال سكور كله مقدار واحد لكل البلوك ده، فاذا وحتى اسمه البلوك سب واحد، فده متوسط متوسط متوسط، ده متوسط، ده يعتبر متوسطات مقدار ثابت، ده متوسط درجات الافراد، طبعا مش هتختلف من سؤال لسؤال لان هو متوسط ده ثابت، فاذا ده متوسط السؤال وده متوسط الدرجه الكليه، ده الانحراف المعياري للسؤال وده الانحراف المعياري للدرجه الكليه. وبعدين كاتب لي جايب لي معامل الارتباط بطريقه بيرسون ومعامل الارتباط بطريقه البولي سيريال ريجريشن كورليشن، يبقى البيرسون والبولي سيريال كورليشن الاثنين موجودين تحت بعض، يعني الاولاني ده مثلا 774 يعني 77%، بينما بالبولي سيريال 87. لاحظوا في البولي سيريال طلع اكبر من الواحد، ودي حاجه غريبه احنا بنفسرها بعدين ازاي معامل الارتباط يطلع اكبر من الواحد، بس الكلام ده في حال البولي سيريال كورليشن، الارتباط بطريقه البولي سيريال اللي هو المفروض ان هو ده الطريقه الصحيحه، لان احنا عندنا مقياس ليكارت وعندنا في نفس الوقت درجه كليه، ما البوينت باي سيريال لو كانوا مفرده بتاخد 0 و1 زي الدايكوتوموس اللي هي الثنائيه، لكن هنا المفروض البولي سيريال هو اللي يستخدم، بس هنا طلع لي معامل ارتباط اكبر من الواحد، ده الكلام ده منطقي وايه تفسيره ويطلع ليه بهذا الكلام؟ هنشوف الكلام ده بعد كده. بعدين جايب لي الانيشال سلوب، يعني طبعا هو دايما بيبدا بستارتنج فاليو قيم اوليه او انيشال قيم اوليه، لكن في قيم نهائيه هنشوفها بعد كده. انيشال لوكيشن، لوكيشن يعني مستوى الصعوبه، بادئ لي ببدايات، لكن ده كلها دي مجرد بدايات. فاذا هو جايب لي كانه جايب لي معامل التمييز لكل سؤال، وجايب لي معامل الصعوبه لكل سؤال، وجايب لي الستارتنج فاليو لكل سؤال. طبعا دي المرحله الثانيه، زي قلت دي مرحله اسمها الكلاسيكال تيست ثيري، كانها نظريه قياس تقليديه. ارجع برضو من خلال الويندوز هنا للبرنامج بتاعي عشان انفذ الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه اللي هي بقى بتجيب اللي هي الكاليبريشن، اللي هي الكاليبريشن ديت اللي هي الخاصه بمعامل الصعوبه ومعامل التمييز، ولكن بطريقه ايه؟ الايتم ريسبونس ثيري. طريقه الايتم ريسبونس ثيري حضرتك هتلاحظ طبعا هو بيبارك المراحل اللي مر بيها، احنا عامل كام خطوه في الفيس 2، طبعا دي مراحل احنا عارفين ان الحلول الحسابيه او العمليات الحسابيه اللي بتتم في الايتم ريسبونس ثيري مش بتتم من مره واحده، بتتم حاجه اسمها اتريتيف، طرق تقاربيه، وزي يقول لك في السايكل الاولاني الثاني الثالث ويفضل ماشي ماشي لغايه لما يصل للكريتيريا المحك اللي هو حاطه فيقف، تمام؟ المفروض ان احنا هنا اهوت هنلاقي ان في عندي حاجه اسمها البلوك الاولاني السلوب بتاعه بكام، والستاند سلوب يعني الايتم ديسكريمنيشن، طب اللوكيشن طالع بكام؟ طب مش انت قلت لنا في الجزء النظري المفروض هيطلع احنا عندنا ثلاث خطوات، ثلاث بدائل، يبقى عندنا خطوتين، فين بقى الدلتا واحد وفين الدلتا اتنين وفين الكلام اللي حضرتك قلت لنا عليه ده؟
ده كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا. اولا المفاجاه الاولانيه، شوف انا هرجع هنا للبرنامج تاني، هرجع بس خلينا بس كده ايه، هرجع للبرنامج تاني. انا كاتب له نوت ايه، كاليبريشن بطريقه البارشل، مش كده؟ طريقه البارشل. لو انا رجعت هنا تاني عند الاوت بوت بتاعتي، عند الاوت بوت من هنا، ورحت عند الفيس 2 وبدات ابص نوت، هلاقيه عامل لي الايتم سلوب قيم مختلفه. وانا كنت قايل ان البارشل كريديت مودلز بيعتبر ان الايتم سلوب مقدار ثابت. لان هنا ما في حاجات مهمه جدا لازم نبقى منها، ان البرامج دي محدش شرحها لنا، محدش قال لنا عليها. اولا اللي عمله ينوط، ودي مشكله خطيره جدا، يعني هنظبطها وهنقول لكم ان احنا عشان نطلع نتائج صحيحه هنطلعها ازاي. طالما كده يبقى انت ما بتتكلمش على البارشال كريديت موديل، انت بتتكلم على جنرالايزد بارشال كريديت موديل، اللي هو معامل نموذج التقدير الجزئي العام. نموذج التقدير الجزئي العام اللي هو جنرالايزد ده بيفترض ان الايتم سلوب مختلفه، وانا قلت برضو الكلام ده في الفيديو. لكن كمان لازم تعرف ان احنا في الحقيقه، ان بالرغم ان احنا كاتبين بارشل وكاتبين الكلام ده، اللي احنا بنعمله ده ولاش بارشل كريديت موديل، ده ريتنج سكيلز، مقياس تقدير. ليه؟ هنشوف الكلام ده مع بعض، وايه الفرق بين الريتنج سكيل، وايه الفرق بين البارشل كريديت موديل، وايه الفرق بين الجنرالايز بارشل كده الموديل، امور مختلفه. لكن اهم حاجه تعرفها ان احنا بالرغم كاتبين بارشل، الا انه النتيجه اللي طالعه ديت ريتنج سكيل للاسف الشديد. ونخليها بارشل ازاي، هقول لحضراتكم نخليها ازاي وهنفسر النتائج. طبعا الكلام ده مش هينفع في فيديو واحد، انا بس عايزكم تعودوا على شكل البرنامج. يبقى اذا هرجع هنا مره تانية، ما فاضليش غير الخطوه الاخيره اللي هي خطوه ايه، الفيس 3. الفيس 3 اللي هي بتعمل في ايه، بتجيب السكور. تمام، السكور ده بيبقى عباره عن ايه بقى، لكل طالب او لكل حاله عندك بتجيب ايه، بتجيب الابيليتي بتاعته اهي، الابيليتي والستاندرد ايرور بتاعت الابيليتي. يعني الشخص الاولاني الابيليتي بتاعته بكام اهي، سالب 53%. طب وسالب دي معناه ايه؟ اقل من المتوسط، احنا عارفين لان ده عباره عن النورمال ديستريبيوشن او ستاندرد نورمال ديستريبيوشن، خطا المعيار بتاعها، وده طبعا اهم حاجه. يبقى الشخص الاولاني ده القدره بتاعته اهي، والستاندرد ايرور بتاعه اهي بتاعه، تمام. وهنا برضو الشخص الثاني الابيليتي بتاعته والستاندرد ايرور بتاعه. يبقى الخطوه الثالثه احنا عندنا هيفضل ماشي ماشي لغايه لما يوصل لاخر شخص. واحنا حجم عينتنا بكام، حجم عينتنا بكام، هننزل تحت كده، حجم عينتنا طالع بكام، ب 473. 473 حالة، 473 حالة تم عمل تقدير لكل قدر الشخص فيهم. نرجع بس هنا تاني، في حاجة مهمة جدا لاحظوا هنا، ان في بعض الاشخاص طلعت لهم 9999. ايه معنى الكلام ده؟ ان الاشخاص دول النموذج ما امكنش ان هو يعمل لهم تقدير للقدرة. ليه؟ هنبقى نشوف استجاباتهم وهوضح برضو لحضراتكم الموضوع ماشي ازاي. يبقى هنرجع مرة تانية على البرنامج، على البرنامج احنا هدفنا بس في الفيديو ده ان احنا ناكد برغم ان احنا كاتبين بارشل، الا انه للاسف بيعمل ريتنج سكيل عشان نخليه بارشل. وايه الفرق بين ريتنج سكيل والبارشل؟ هيبقى نوضحها في فيديو منفصل. لكن مؤقتا احنا بناكد على فكره ان اللي اتعمل لغايه دلوقتي ليس البارشل كريديت موديل، اللي اتعمل دلوقتي الريتنج سكيل، هنخليه زي بارشل. هنقول مره تانية احنا هدفنا في الفيديو ده نبقى عندنا الفه بالبرنامج. الالفه بالبرنامج يعني ايه؟ ان احنا لازم نعمل تايتل ونعمل كده. في حاجه مهمه جدا، في حاجه مهمه جدا في كتابه الاوامر. شوف انا حاطط يعني برضه انا هوضح لك بس البرنامج شغال اهو، ران اول يعمل لي ثلاث خطوات مع بعض، ادي الخطوه الاولى وخلصت، هيخش في الخطوه الثانيه وخلصت، يخش في الخطوه الثالثه وخلصت، وبالتالي هيطلع لي الخطوه الرابعه والاخيره وتخلص النتائج على كده. احنا قلنا عندنا اربع مراحل باربع نتائج، يبقى كل البرنامج هنا ماشي بطريقه صحيحه. طيب لو انا رجعت كده ثاني لبرنامج بتاعنا في الملف ده، وشوف حضراتكم حاجة صغيرة جدا، شايفين ده بس كده؟ هزقه زقة كده بس، زقته زقة صغيرة كده، مش واخد بالي؟ أنا مش واخد بالي، زقته زقة كده، حاجة صغيرة كده، يعني ما أصبحش علامة الزقة دي في أول عمود، في الأول خالص. تعال نعمل له مثلا ران المرحلة الأولانية كده، خطأ. شوف قد إيه البرنامج حساس، مجرد خطأ، بيقول لي خطأ وما كملش، ما كملش. فهقول له إيه؟ هيقول لي إن في حاجة غلط، ولو حبينا نفهم إيه الخطأ اللي موجود هيقول لي ايه، تيست بارامتر كارد اكسبكتد بات نوت فاوند، مش لاقيين حاجه، كاليبريشن مش حاطيني اي معلومه بتقول لي غير ان تيست بارامتر. يعني ايه تيست بارامتر كارد اكسبكتد بات نوت فاوند؟ متوقع الاقي حاجه عن حاجه اسمها تيست بارامتر ومش لاقيه. طب ما انت عندك التيست بارامتر، بس ده لمجرد بس ان انا حركت ده. طبعا الكلام ده بينطبق على اي حاجه من دولت، ولذلك لو رجعتهم كانوا تاني كده وقلت له ران تاني اشتغل صح. شايفين قد ايه البرامج دي حساسه؟ يبقى اول خطوه او اول معلومه حضرتك لازم تعرفها ان كل عمود او كل اول عمود اول كلمه اول حاجه تحط فيها علامه زائد.
طب نفترض ان انا وانا مش واخد بالي حطيت مسافة هنا مجرد بس ما بين العلامة اكبر منه وفايلز ما لزقوش في بعض، هل الدنيا دي هتمشي؟ تعالى نعمل مرحلة أولانية تاني شوف هيقول لي ايه. غلط. شايفين قد ايه البرنامج حساس؟ شايفين قد ايه البرنامج حساس لامور لامور؟ وبرضه بيديني ايه الرساله اللي اعطاها لي؟ بيقول لي تيست بارامتر كارد، ما اعرفش يعني ايه تيست بارامتر كارد وانا مش فاهم اي حاجه، انا مش فاهم عايز يقول ايه بالظبط. كلام حتى اللي بيدوه لي كمساعده في حل المشكله تحس ان هو مش واضح، ما بيقوليش انت سايب مسافه، ما بيقوليش اول مسافه انت ما تركتش مسافه، كل الكلام ده مش بيقول لي حاجه خالص، ده مجرد ان هو قام جاي كاتب لي كده. لا راجع التاني هتشتغل الدنيا صح. يبقى اول حاجه كلمه فايلز لازم ان انا ما اسيبش مسافه، واول كلمه اكبر من وكذا. طبعا اللي زي ما انا قلت قبل كده ممكن اسيب مسافه وممكن ما اسيبش، ممكن كلمه فايل ديت بدل ما اكتب الحروف دي كلها ممكن اكتب اول ثلاث حروف بس، مش هتظهر الدنيا تمشي معايا عادي جدا مش اي حاجه، ولا هيديني رساله ولا اي حاجه، الدنيا صح يقبلها. لكن اهم حاجه اوعى تنسى حضرتك انك انت ما تسيبش مسافة أول سطر أول كلمة في السطر. طب أنا كده عملت لاين مثلا، تعال نشيل ده من هنا كده، تعال وقمت جاي عاملها كده، كتبت سطر واحد في التايتل عشان قلت التايتل لازم يتكتب على سطرين، تعال نعيد الكلام ده هنا، تعال نقول له كده فيز واحد شوف هيقول لي إيه. غلط. طب أنا يا سيدي أنا مش عايز أكتب سطر واحد، مش حاجة اسمها أنت عايز. هذا هو عشان كده قلت هذا البرنامج للناس المحترفين فقط، المحترفين فقط. لكن حتى لو سبتها فاضية، سبت السطر وسبتها فاضيه ورجعت عملت ران تاني، الدنيا ماشيه زي الفل، الدنيا ماشيه زي الفل. اذا البرنامج طبعا لو انا عملت اوبشن مثلا نمبر اوف تيست، تعال نعملها مثلا كده ان، ونسيت ان انا كتبتها حرفين اتنين بس او ان بس او تيست ان تيست كده، هل دي تقبلها؟ تعال نشوف برضو كده نعمل مرحله لونيه. اعطيني خطا تمام، يعني اي خطا في اي حاجه ما بيقبلهوش. ان تيست لازم تكتب ان تيست كده او ان تي اي، ممكن كده ثلاث حروف، تعال نشوف كده اهوت، اقول له كده ان تي تيست، انا بس اول ثلاث حروف تمشي معاك. احنا قلنا الاوامر تمشي الثلاث حروف عادي، سواء كانت الاوامر او الكيبورد او الكي وورد او حتى الاوبشن يعني هنا نمبر اوف كاركتر ممكن اكتب له ان اي دي، ثلاث حروف ماشي كده. تعال نعمل تاني كده ونجرب، ماشي زي الفل. طيب لو انا مثلا جيت هنا مثلا ان توتال ده وعملتها كده ان تي بس مش هيقبلها، لكن ان تي او هيقبلها. تعال نجرب كده تاني برضو، طبعا عمال يديني في اخطاء وعمال يديني في اخطاء عمال يدي في اخطاء، كل دي اخطاء. قالي طبعا كل الكلام ده معناه ان عندي اخطاء، فطبعا برضو ان توتال ممكن اكتبها له كده كفايه، وممكن اكتبها كلها لو عملتها كده بقى المره دي، هتبص لي كله قرا مره صح، مفيش عندي اخطاء. برضو باكد على فكره مره تانية، برغم احنا كاتبين بارشل، يعني اقول ما حد يعني برضو ما زلت بقول رغم ان كاتبين بارشل، الا ان اللي عمله ريتنج سكيلز. ايه الفرق بين البارشل وان الريتنج سكيلز؟ يعني اخليه في فيديو اخر منفصل، انا عايز الفيديو ده مجرد ان حضرتك تتعود وتبقى عندك الفه بخطوات البرنامج وازاي بتتكتب الاوامر وازاي بتتعمل الموضوع المواضيع الاساسيه ديت اللي هي خاصه بالاساسيات. على فكره البرنامج هنا طبعا يعني انا كتبت فيه اقل عدد ممكن من الحروف من الكلمات واقل عدد ممكن من الاوامر، بحيث ان انا لا اجهدك في اول مره، لا اجهدك طبعا عشان اخليه بارشل هزود حاجات، فانا مش عايز اجهدك في اول فيديو في اوامر اخرى جديده، لكن باكد لك على ان احنا اللي عملناه ده ريتنج سكيلز وليس بارشل كريديت مودلز. ازاي البارشل كريديت مودلز له خصائص معينه تختلف عن الريتنج سكيل، الفرق ما بينهم هنقول لحضراتكم في فيديو اخر، لكن على الاقل احنا عرفنا البرنامج بتاعنا وعرفنا ازاي ان احنا ممكن نعمل كده ران اول مره واحده. ما انصحكش تعمل ران اول مره واحده لو انت بتطبق البرنامج لاول مره، عشان خاطر ابدا خطوه فيز 1 0 في 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4 واحده واحده لغايه لما فيز 0 1 2 3، بعدين ابدا بعد كده خش في البرنامج واحده واحده. كده انا اكون خلصت الفيديو ده، وانا سعيد جدا بالفيديو ده لان انا عارف كويس جدا ان ما حدش اولا بيتكلم في البرنامج خالص، مش ولا فيديو في البرنامج، في كتب قليله جدا
كتب قليلة جدا اللي بتشرح ازاي تعمل الباريسكال، المانوال بتاع البرنامج وكتاب واحد او اتنين، كتب قليلة جدا اللي موجودة باللغة الانجليزية طبعا. باللغة العربية ما فيش كلام ده خالص طبعا، فيديوهات ما فيش خالص، ولا عربي ولا اجنبي. فالفيديو بتاعنا ده يعتبر فيديو متميز ورائد، وانا سعيد جدا ان ربنا قدرني ان انا عملت هذا الفيديو. وهنكمل طبعا، لان الباريسكال دنيا تانية زي المالتي لوج، هنرجع له تاني المالتي لوج ونعمل فيديوهات اخرى، لان احنا ما قلناش اي حاجة. احنا يعني مش عايز اقول للاسف، لكن هو الوقت والدنيا والمشاغل، البرامج دي مليانه امكانيات احنا لم نستفيد بيها الى الان، ما استفدناش بيها خالص. مره تانية لازم انهي الفيديو ده واقول ايه، بارشل، رغم كاتب بارشل، اللي ان ده هوت يعتبر ريتنج سكيل. ايه الفرق بين الاثنين؟ هنقوله في فيديو منفصل وبصوره منفصله. حط لكم الخمس ست سطور اللي انتم شايفينهم دولك في الرابط، حط لكم الداتا اللي انا استخدمتها في الرابط، لكن مش هنقدر نتكلم على البرنامج نفسه عشان خاطر القناه دي لا تقفل، وانا اعتقد ان القناه انتم حريصين عليها اكتر مني. مره تانية بتمنى لكم السعاده والتوفيق، واوعى تنسى لو عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال، اوعى تنسى تعمل سبسكرايب لقناتنا ديت علشان خاطر ان وتعليقاتك، عشان خاطر نتعلم من هذه التعليقات اللي انا اعتقد انها مميزة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.